حضرتك مع الفيديوهات التحفيزيه، بمعنى انه اللي انا فاكره قبل المباريات المهمه كان محمود فايز ما شاء الله كان بيعمل لهم حاجات فهل حضرتك مع ان ما زالت الفيديوهات التحفيزيه هيبقى ليها دور؟ لا، ما هو كل شيخ ليه طريقه. اوكي، انا ممكن اعمل موتيفيشنز دي بكذا شكل، مش لازم يبقى مثلا فيديوهات وحاجات تحميس وحاجات، مع ان محمود كان بيعملها بشكل رائع جدا بتبقى مؤثره جدا. لكن ممكن مثلا مستر كيروش عنده اساليب اخرى ممكن تكون احدث، تحفيز وتوصيل اللاعب لنيرف معين، او يعني ان هو يبقى في لاعب كده. انت طبعا لعبته وعارف ده كويس قوي، ان انت في مباراه بتبقى عايزه تبتدي عشان تبع، عشان تعمل حاجه حلوه قوي، في حراس تبقى عايزه الماتش يبدا عشان يطلع احسن لاعب في المباراه. انت توصله للنيرف ده، لو وصل للنيرف ده هيديك احسن حاجه. لكن في لعيب بينزل يبقى عنده حاجه اسمها حمى ما قبل المباراه، يفضل 3 4 5 دقائق لحد ما يجي له السكند ويند او النفس الثاني عشان يبدا يطلع اللي عنده. لكن مثلا مفروض ان اللعيب ياخد السكند ويند ده في الاحماء. في لاعب بيبقى مش مركز في الاحماء فبياخد شويه وقت في المباراة. كل واحد على حسب طبيعته، صح؟ كل واحد على حسب طبيعته، بياخد شويه وقت في المباراه نفسها لحد ما يحصل انه يخش في المباراه. في لعيب ساعات تقول ايه ده لسه ما دخلش في المباراه. فالمدرب الشاطر اللي لعبته بيخشوا في المباراه من اول دقيقه. يدي لهم الاحماء المظبوط، يعني التسلسل بتاع الاحماء اللي هو المظبوط، الامداد والرخيخة والتقوية وكل الحاجات اللي بتحصل في الاحماء عشان اللاعب يخش في المباراة، زائد بقى الموتيفيشن الدوافع والحاجات. وطبعا ما فيش اكبر من دافع ان مصر كلها 103 مليون، واعتقد انهم اكثر. انا كمان، بس يعني احنا هنمشي على اللي مكتوب. ال 103 مليون دول مستنين مكسب، مستنين فرحه، مستنين ان هم يعني بعد المباراه بقى. انا بتخيل كده بقى العربيات في الشوارع، هنا مهندسين ومدينه نصر وفي كل الاماكن في مصر بقى طالعه فرحانه، والاعلام والحاجات، وان شاء الله تكون نتيجه يعني تستاهل الفرحه. يا رب ان شاء الله نشتغل شغلنا بقى اللي احنا نحافظ على المكسب ده ونجيب ان شاء الله يا رب. اخيرا يا كابتن، محمد صلاح ودوره، لانه الكل ينظر لمحمد صلاح ان هو اللي له الدور الاكبر وان هو اللي لازم يعمل وكذا وكذا وكذا، حضرتك عارف هذا الكلام. محمد صلاح ودوره في مثل هذه المباريات. محمد صلاح، يعني انا عايز اقول لك حاجه، اتفضل. وجود محمد صلاح في وسط المجموعه بيصدر الاحترافيه الحقيقيه. اللي هو يعني حتى لو احنا الماتش اللي وصلناه في كاس العالم لما احنا تعادلنا، هو اتوتر 10 ثواني مظبوط، بعد ال 10 ثواني راح يلا كلها شد الناس كلها دخلهم تاني في الجيم. فده اهميه محمد صلاح. محمد صلاح بي 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 بيشتغل في معتركات كبيره جدا، ما عندوش اللود اللي يخليه نيرف او يخرج بره الجيم او فدي اهميه كبيره لمحمد صلاح، انه هيصدر ده لكل الناس. وانا معلوماتي ان هو بيتكلم مع كل اللعيبه، ويمكن احنا في امم افريقيا كانت كل الناس يعني مش مديه منتخب مصر اهتمام ان يوصل للمرحله دي للنهائي. نعم، لان كل المنافسين لو انت جيت عملت يعني مقارنه بينه وبينهم هم افضل حاجات كتير، ولكن وجود محمد صلاح ادى حته ان لا ده انا عايز العب على النهائي، ده انا يعني لازم نلعب على النهائي. يعني هو دايما بص لاعلى حاجه، بص ده احسن لاعب في العالم، بص يكون احسن من ميسي وكريستيانو وكل الناس اللي موجوده. اللي عند محمد صلاح ده وبيفضله للعيبه، اعتقد ان الدور ده يعني بان في كاس الامم الافريقيه، ان هو فعلا وصل له بدلته. لازم يعني في ناس يا اسلام بعد ما جت من كاس الامم الافريقيه مستوياتها غير خالص. مظبوط، يعني في ناس كانت في التوب توب توب فورم، صح؟ بعد كاس الامم يعني عادي فيهم ناس يعني بقت مستوى عادي. اذا الحاجات اللي انا بقول عليها دي بتفرق جامد جدا في الاعداد النفسي والذهني، والحاجات دي بتفرق.
بتطلع احسن حاجه عندك لما يكون عندك لعيب زي محمد صلاح، طبعا نفس كويس، لما يكون في دوافع جامده لكاس عالم، هنروح كاس عالم. يعني احنا حتى في مباراه الكوره كان عندنا لسه في مباراه غانا كمان يعني فرصه، بس يعني حتى لو بالظبط، بس لازم نتاهل من هنا. وكان كان 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 دوافع كبيره جدا، وكان برضو اللعيبه لها دور كبير جدا. فان شاء الله يكون محمد صلاح ليه دور ودور مهم، ووجود محمد صلاح في حد ذاته بيلفت انظار العالم كله للفرقه. صح صح. كابتن ناجي انا بشكرك جدا 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 على كل هذه المعلومات. النجم الكبير الكابتن احمد ناجي مدرب حراس مرمى نادي سموحه، طبعا بشيخ مدربي حراس المرمى في مصر. وانا كابتن ناجي بالنسبه لي واحد من الناس اللي انا بحبها جدا جدا جدا، مش انا لوحدي، كل جمهور النادي الاهلي. شكرا جزيلا يا كابتن ناجي على وجودك معانا.